إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن نعم الله على عباده لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من أجل هذه النعم وأعظمها على عباده نعمة المركبات ووسائل النقل. هذه النعمة الجليلة التي سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان، وأصبح بفضلها يستطيع أن ينتقل إلى أبعد الأماكن في وقت قليل، ويحمل ما شاء من البضائع والوسائل، كل ذلك بهذه النعمة العظيمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى وهو يصف الأنعام التي خلقها لعباده: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وهذا ينطبق على هذه المركبات الحديثة، سواء السيارات أو الطائرات أو غيرها، فهي نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. وإن النعم تستوجب الشكر. نعم الله سبحانه وتعالى تستوجب الشكر، فهل أدينا شكر الله سبحانه على هذه النعم العظيمة؟ عباد الله، كنا ذكرنا قبل سنة من الآن في هذا الموضوع، لأنه في كل سنة تأتينا مذكرة تأمرنا بأن ننبه الناس إلى خطورة ما يحدث الآن، نقدر نسميه حرب، وهي فعلا حرب، حرب الطرقات. السنة الماضية كنت ذكرت لكم إحصائيات قديمة، إحصائيات ديال 2018، ذكرنا فيها أنه يموت أكثر من 20 شخصا كل أسبوع، والسنة الماضية زاد العدد. في الأربعة الأشهر من السنة الماضية 1400 شخص ماتوا في أربع شهور، 1400 اللي ماتوا، هذا دون الحديث عن الخسائر المادية. كنتكلموش على السيارات اللي كيمشي ولا الجروح، وبعض المرات العاهات المستديمة، بحيث كثير من الناس يفقدون أعضاءهم أو يصابون بشلل أو يصابون بالعاهات التي نعرفها.
وهذه الإحصائيات كل سنة كتزيد ما كتنقش. وخا الخطابة كيتكلموا في وسائل الإعلام يتكلمون والناس يتكلمون، ولكن راه نفس الأخطاء تعاد. أسباب هذه الحوادث نعرفها، راه ماشي شي حاجة جديدة. هذه الأسباب إما ترجع إلى المركبات الوسيلة، وإما ترجع إلى الطرق تجهيز، وإما ترجع إلى الإنسان. وفي الحقيقة راه كلها كترجع للإنسان، حيت هذيك المركبة شكون اللي مسؤول عليها؟ الإنسان. وهذوك الطرق شكون اللي مسؤول عليهم؟ الإنسان. فين هو هذا الإنسان؟ لماذا لا يقوم الإنسان بوظيفته؟ ولماذا لا يتحمل مسؤوليته التي سيسأل عنها بين يدي الله عز وجل؟ إذا كان الإنسان هو المسؤول الأول والأخير عن هذه الحوادث كيفما كان النوع ديالها، فإننا خلال هذه الإحصائيات التي ذكرنا نجد أن الوزارة تذكر لنا بعض الإحصائيات وبعض الأسباب أو الأسباب الكثيرة، الأسباب المرتفعة التي تؤدي إلى هذه الحوادث. على رأس هذه الأسباب عدم احترام حق الأسبقية، كل شيء باغي هو الأول يوصل. راه كاين حق، راه كاين قانون كينظم، إلا حيدنا القانون راه غيولي شي يدوز في شي. وعلاش دايرين هذاك القانون ديال، وعلاش كدوز رخصة ديال السياقة من عشر مشهر وانت كتعلم؟ علاش؟ باش تحترم هذاك الشيء. ولا هذا قانون السير، راه كاين بعض الناس وليت كنسمعوا هذا الشيء، هذا تيقول لك هذا راه غير قانون ديال السير، زعما ماشي هذا القانون هو قانون السير، وهو قانون ملزم وواجب دينا قبل ما يكون قانون، بحيث الا ما التزمتيش به. هذا ماشي كلام ديالي، هذا كلام ديال العلماء. تيقول لك العلماء الا ما احترمتيش هذاك القانون وتسببت في قتل فأنت مسؤول عن القتل بين يدي الله عز وجل. يقول له هذا غير قانون. نعم هو قانون، ولكنه ينظم حياتنا ولا يخالف الشريعة الإسلامية، بل هو موافق لمقاصد الشريعة، لأن من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على الأنفس والأموال والأعراض، وحوادث السير تهلك الأنفس والأموال. من هذه الأسباب أيضا عدم الانتباه والغفلة، هذا سيكون ناتج الإنسان فيه النعاس، ولا ما مرتاحش مزيان، ولا ما تصومش ارتاح، ما تقدر تقسل راسك ولا تقسل شي واحد، وأنت مسؤول بين يدي الله. من الأسباب أيضا السرعة المفرطة، وهذا كنلاحظوا بعض الناس يتجاوز السرعة المسموح بها حتى في الأماكن التي فيها اكتظاظ. بعض المرات كنشوف هادشي حتى في حدا المدارس، الأطفال الصغار وهو غادي بواحد السرعة جنوني، ولا خرج لك شي طفل كيغادي دير توقف، ما يوقفش. وفي بعض المناطق نعلم هذا، كم من الأطفال التلاميذ يموتون تكون الطريق قريبة أو المدرسة والناس يمرون عليها بسرعة، وشحال ديال الأطفال كيموتوا، شكون المسؤول؟ من الأسباب أيضا السياقة في حالة السكر، الخمر، وسبق لنا تكلمنا عليها، كي شرب الخمر هذه المعصية الأولى، شرب الخمر كبيرة من الكبائر، ويزيد عليها كي يسوق هو في الخمر وكيزيد جريمة أخرى، ربما يقتل، ربما يؤدي إلى مصائب. إننا بسبب هذا التهور أصبح الكل مهددا، كل شيء مهدد، راه تقدر تخرج من الدار وما ترجعش. كم من الأشخاص نعرفهم خرجوا من بيوتهم مسافرين ولم يعودوا، مشاو في الطريق، ولا تقدر ترجع، ولكن غادي ترجع إما طير عليك يد ولا رجل ولا مهرس ولا فيك شعاها.
فلماذا لا نتخذ احتياطاتنا؟ عباد الله، هناك أمور يجب أن نذكر بها. في حقيقة المسلم لا يحتاج، ولكن نذكر لعل الذكر تنفع. إن إداية المؤمن حرام. راه ما عندكش الحق تأدي المؤمن، لا يجوز. كيف ما كانت هذه الإداية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. حرام. أي وحدك اللي يتسبب في حادثة بقصد ولم يأخذ الاحتياطات اللازمة، راه كيأذي المسلمين، وذلك حرام. هذه الحوادث أيضا فيها إتلاف، إتلاف للأموال والأنفس. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقاتهم فقد استحق لعنته. لكي آذي الناس في الطريق ديالهم. وهذا الحديث قال العلماء المقصود به هو الذي يضع القادورات، كيهز الزبل حشاكم وكيمشيو كيديرهم في الطريق. أو كان بعض الناس يذهبوا إلى الطريق ويقضي حاجته والناس كتدوز، شو كيدير هذا؟ كيأذي الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد استحق لعنتهم. إلا كان هذا اللي كيدير الزبل شوية ديال الزبل وكيستحق اللعنة، اللي كيدير الموت شنو غيستحق؟ اللي كيقتل عباد الله شنو غيستحق؟ بعض المرات أنت غادي ما داير حتى شي حاجة، محترم القانون ديالك، واحد جاي شنو كيدير هذا؟ هذا يأتي لك بالموت فهو يستحق اللعنة من الله سبحانه وتعالى، فاحذر أن تكون من هؤلاء. أيضا مما يجب أن ننبه له، وهو أن حقوق العباد، وهذا كنا ذكرناه في الدرس ديال المسؤولية، حقوق العباد تسأل عنها دنيويا وتسأل عنها أخرويا بين يدي الله عز وجل. راه كاين بعض الناس كيحضر غير فين كاينين الجندار، فين كاين رجال الأمن، وفين كاين البوليس، وفين كاين صافي. وإلا ما كانوش هاد رجال الأمن شي يقتل شي، راه مسؤول أمام الله عز وجل قبل أن تسأل أمام رجل الأمن. ألا تستحضر مراقبة الله تعالى؟ ألا تخاف أن هذا الشخص الذي آذيته يدعو عليك؟ ودعوة المظلوم لا ترد. راه يمكن تدير ليه شي حاجة وتهرب وتمشي، ويصيفط لك شي دعوة مباشرة إلى السماء، شكون اللي غيرجعها؟ فاحذر، احذر أن تؤذي مؤمنا. وقبل أن تراقب رجال الأمن مزيان تراقب هذا الشيء، راقب الله سبحانه وتعالى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، نختم بذكر بعض الوسائل التي تعيننا على تغيير سلوكنا. راه هادشي اللي كيوقع لا حرام. هاد الإحصائيات وهاد الأعداد التي نسمعها كل سنة والتي نراها حرام، يجب أن نغير سلوكنا قبل أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. من هذه الأسباب التي تعيننا الحرص على الأناه والتأني. راه هذيك رخصة ديال السياقة في الحقيقة ما خصناش نعطيوها غير اللي كيعرف يسوق، خصنا نعطيوها لشخص بعقله، شخص حليم رزين متزن ماشي طايش. راه كاين اللي كيطير في السماء كثر ثارف في السوقان، ولكنه ما خصكش تعطيه حيت ماشي بعقله، كيطير غير بحديثه
وكنشوفوهم خصوصا بعض الشباب عنده رخصة السياقة وكيعرف يسوق نعم ولكن ما معقلش. فلا بد من الحرص على الأناة والتأني. النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإسراع في الصلاة. اسمعوا لهذا الحديث وفي صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة يعني دخلتي للمسجد وسمعتي الفقيه كيقيم الصلاة باش الإمام يصلي وانت دخلتي، يقول: فامشوا وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا. ما تسرعش وتقول لي غادي ندرك كبيرة الإحرام، تقول لك لا تسرع. وقد فعلها أحد الصحابة، هذا ماشي أسرع، هذا ركع قبل ما يوصل للصف ومشى هو ركع. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حرصا ولا تعود. ما تعودش، الإسلام ما فيهش السرعة. السرعة حتى في الصلاة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالسرعة التي تؤدي إلى القتل. ولذلك السياقة تحتاج إلى التأني، تحتاج إلى الأناة، تحتاج إلى الحلم. اللي ما عندوش هذا الشيء ما يسوقش. السبب الثاني هو الأخذ بالأسباب بعد التوكل على الله تعالى. طبعا كنقصد بالتوكل على الله أن الإنسان وهو يخرج من بيته يقول الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. راك خارج في الطريق، راه يمكن تظلم ولا يظلموك. شوف شنو في الحديث، من قال هذا الدعاء: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الله يسخر له ملكا يحفظه. كيف يكون معك ملك عن يمينك يرفع راية، هذه راية تراها الشياطين، فإذا رأتها الشياطين قال بعضها لبعض: أما هذا فقد وقي وكفي. زعما هذا بعدو منه، هذا قال الدعاء، حيدوا من طريقه. شوفوا اللي ما قالش الدعاء، كثير من الناس كينساو هذا الشيء. كيخرج ركب زيد، شعلوا زيد، شحال تشعل؟ راك تقدر تمشي وانت شاعل. راك فاش كتكون راكب وقاب الطريق، خصوصا بعض المرات الطرق سريعه جدا، طريق السيار كل شيء غادي ب 160 140 150، حادثه خطا بسيط واحد راه كيمشيو فيه بزاف، تقدر تمشي سالته واخا ما دير حتى حاجه. ولذلك عندما تركب مركبتك وسيارتك توكل على الله وقل الدعاء، راه تقدر ما ترجعش، راه تقدر تمشي واخا تاخذ احتياطات ديالك. حتى رأيت بعض الركاب، رأيتهم بعض السائقين خصوصا اللي كيقبطوا الطرقان في الليل، داير القرعة حداه، قال لك باش نفيق، تا غنعس حسن لك ما تفيقش. واش عباد الله انت قابض الطريق، هز معك الخمر، إيوا إلا مشيتي ماذا تقول لله سبحانه وتعالى؟ فأول شيء هو التوكل على الله، ثم الأخذ بالأسباب. الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى مثل الخروج المبكر، باغي توصل بكري خرج بكري، علاش خارج معطل وكطير؟ النوم، خذ راحتك، كل كتبقى غادي يقول لك بعد كل ساعتين استريح ارتاح. طبعا الناس كتختلف، ولكن إذا أحسست بالعياء فخذ لك قسطا من الراحة، نعس شوية لك أنت تبعك الطريق، راك تقدر تقتل راسك ولا تقتل عباد الله. فهذا من الأخذ بالأسباب. من الأخذ بالأسباب أيضا مراقبة هذه الوسيلة، السيارة اللي كتركب فيها راقبها، ما تمشيش عندها الأكمل هذا تقول له هاك غيدوزها، ماشي يدوزها، راك أنت اللي راكب فيها ماشي هو. أنت مسؤول عن نفسك،
وعن الذين يركبون معك وعن الذين يشاركون معك الطريق. هذو كلهم تمسؤول عليهم. تقدر تجي يوم القيامة تسأل المشيخ على رأسك، فكيف يكون الجواب أمام الله سبحانه وتعالى؟ من الوسائل المهمة جدا في الوقاية من حوادث السير تجنب الغضب والانفعال. لا تدفتك تشوف شي حاجة ما تعجبكش، فخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغضب، لا تغضب. كاين شي وحدين كيديروا شي صوغان ديال الضرب، ولكن واش غتنزل دير بحالو؟ الى عانتيها غدير شي كارثه انت وياه. فلذلك يجب عليك ان لا تنفعل. باغي يدوز خليه يدوز، خليه يطير، علاش كتسابق انت وياه؟ هذا كنشوفه بعض المرات، واحد باغي يتجاوز والاخر ما مخليهش وكيبقاو غاديين، غتوصلوا لشي مصيبه. الذي يسوق مسؤول، ولذلك يجب عليه أن يسامح أحيانا في حقه. هنا التسامح مطلوب، سامح في حقك إلا كان ما غاديش يأدي، إلا ما كانش غيأديك خليه يمشي، سمح شوية في حقك. فلا بد من تجنب الغضب، وأصبحنا نرى في واقعنا أننا نغضب لأتفه الأسباب. كل شيء خارج مقلق، كل شيء شاعل، خصو غير شي حاجة يشعل. اش واقع عباد الله؟ اش واقع؟ يعني اين المشكل؟ اذا صبر الانسان وتسامح وتنازل عن حقه وخلى الامور تدوز، شو المشكل؟ واغلب الحوادث تقع بهذا التهور وبهذا الانفعال. ثم هناك امر اخطر اصبح له ضرر كبير في الحوادث، وهو الهاتف، هذا التليفون، هذا لأصبح في أيدينا جميعا. كم يؤدي إلى الكوارث؟ أنت كتسوق وكتهضر في الهاتف، واش كاين البوليس؟ واش ماشي قضية البوليس؟ الهاتف يقلل التركيز. فاش كتكون كتسوق بعض المرات كتجيك شي حاجة فجأة، خصك تكون مركز ليكون رد الفعل سريعا. إلا كنت كتهضر في التليفون كاع ما غتركز، وربما تسهى، وربما تنسى، وربما تصل إلى مصيبة أو إلى حادثة لا قدر الله خطيرة جدا. ثم نختم بتنبيه الراجلين، الناس اللي كيمشيو على رجليهم، وهادشي كتلاحظوا خصوصا في المدن، تيسحبوا الطريق ديالو. دايرين لك ممرات الراجلين، علاش دايرينو؟ واه داير لك الرصيف اللي كيمشيو عليه الراجلين، غادي في وسط الطريق، وغادي يجرى ولدها في وسط الطريق هو صغير، وزعما انت اللي وقف ودايز كيقطع وكيشوف فيك هكا زعما شنو انت؟ واش حنا كندابزو؟ حنا هنا في طريق يجمعنا، كل واحد عنده الحق ديالو. حتى العجيب اننا اصبحنا نرى هذا عند غير المسلمين. شي مرة كنت في احدى المدن ودايز شي وحده غير مسلم، ماشي السياح دايزين، ماشي مسلمين، مجموعه بهم، يلا دخلوا في الطريق والضو شعل، مشاو كيجري وكيطيروا وتيقول لك سمحوا لينا سمحوا لينا، وغادي كيجري. شوف حنايا فاش كنكون دايز الضو شاعل ماشي ديالو، ديالك، وغادي هو كيحسب الطريق وكيشوف فيك، عندك تهضر معاه. فاش غنغيروا عباد الله؟ راه الا وقعت شي حادثه انت اللي غتمشي فيها، حيت الذي في السياره محمي، انت اللي ضعيف. الراجل هو اضعف حلقه في حوادث السير، ولكن يمكن لك توقع لك شعاها، اش غايدير لك هو؟ أقول لك تبع التأمينات وانتهى، غايحيدوا له كاع البيرمي شهر شهرين ثلاث شهور وغايرجعوا، وشكون اللي غياكلها؟ انتهى. فاتقوا الله عباد الله، يجب أن نغير سلوكنا، يجب أن نغير هذه الأرقام التي نسمعها كل سنة، يجب أن نغيرها، وإن الله لا يغير حالنا حتى نغير نحن من سلوكاتنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شتاتنا، وتغفر بها ذنوبنا، وترحم بها موتانا، وتشفي بها مرضانا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم واشمل بهدايتك وتوفيقك عاهل المغرب أمير المؤمنين الملك محمد السادس. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم اجعله للحق وضدا على الفساد. اللهم أصلح به وعلى يديه. اللهم أصلح ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وأصلح اللهم أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.